شكرا معلقنا الدكتور مروان صالح. إذن انتهت المباراة، ألف مليون مبروك فوز النادي الأهلي بكأس السوبر الأول في التاريخ. أداء رائع يعني ورجولي، حاجة يعني فرحت قلوبنا كلنا. مبروك نادي الأهلي العظيم، مبروك جمهور النادي الأهلي، مبروك مجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب الداعم الأول للألعاب الأخرى، مبروك نائب الرئيس معالي الوزير الكابتن العمري فاروق، مبروك مجلس الإدارة، مبروك اللاعبين، مبروك الجهاز الفني، مبروك الجهاز الإداري. منظر جميل جدا الحقيقه في الملعب، اداء رجولي، اداء رائع، فنيات عاليه جدا. النهارده النادي الاهلي في اللقاء الخامس هذا الموسم مع المنافس التقليدي نادي الزمالك، والفوز في مجمل 15 شوط بخمس مباريات مقابل شوط وحيد فاز به نادي الزمالك في خمس لقاءات حتى الان. الف مليون مبروك. الاداء كمان احلى من الفوز، الاداء النهارده اداء جميل جدا، تالق فيه كل اللاعبين الحقيقه، ما فيش لاعب واحد نقدر نقول عليه ما كانش نجم اللقاء. ارجع النهارده للضيوف اللي منورين في الاستوديو، كابتن احمد زكريا اهلا بحضرتك، وكابتن حسام شعراوي، والف مليون مبروك. طبعا الحمد لله، مبروك النادي الاهلي واول بطوله، ويعني ده اللي احنا متعودين عليه من ابطال الكره الطايره في النادي الاهلي. يعني هم الاداء النهارده كابتن، بصراحه هو يعني